خفي روحك خفي روحك، يلا بنتي يلا. ماني وجدة ماني وجدة. ما ياك مني شربي الحليب؟ مش بعد وما تسبط مني بس هو يوجع فيا. وانا واش ندير لك؟ كي كنا في الحانوت بابك قلت له بلي تلبسي 34، هو قال لي لا لا 33 والله يزيدوا له في البخي، قالوا خليها تلبسو دوك توالفو. وانا صبات صغير على رجلي. شوفي نحيه وعديه سبع خطرات وزيدي نبحي نبحي بنتي، مادام يماك رجعتك سطاف امريكا تقول لك عدي. علاش كنا نديروها كي كنا صغار؟ على بها خشتو كاع نطروشين، خليها دوك تعاد صباطه حتى يغلقوا عليها باب المسجد. بابا انت حسيت شعور داخل مدرستي. منك صح، بابك ما يعرفش كاع هذا الاحساس. صح بابا. انا هو رشيد الجاهل، باباك امي، كاين غير يماك اللي فدت ستيلو دخلت المسجد وقرات. علاش راني نكذب؟ انت لحقتني فوسيام. بيان سور لحقتني فوسيام. وين جاي المسجد اللي قريت فيه؟ ما كانش وما تلقاوهش، بيبوه وداروا فيه لوطوط. هيا بنتي تروحي هيا. مايا انا ما نقدرش نصبر عليك وعلفتك، وزيدي غير الصوت تاعك اللي عمر هاد الدار، كيفاش ندير؟ شاهدي شاهدي لها. كيفاه؟ احكمي صباحها وشاهدي لها، راك تهضري معاها تقول لها حتموت، ماشي حتقيب صح حسيا تقرا وتعاود تولي على 12. شوفي مايا انا على بالي بلي حيحكمك الجوع من نالو من بعد، انا حطيت لك 3 حبات بنان، 2 حبات خوخ، 3 مسكوتشو ومين الويبه. وزيدي لها جيكو تاع خروف ولا كتف. ها اون سي جامي الجوع داخل الكلاصات دير باربيكيو. قلتي له؟ ايه مزيان قلتي لي تفكرت. رشيد شفت كي تجيبها من بعدا راح تمد لك واحد الورقه مكتوبه فيها لا ليست تاع الادوات، اشريهم في طريقك. خلاص سهل. كيف هذا سهل؟ راك رافد معاك. شحال هذه؟ مليون.